من كام يوم بدأنا نشوف فكرة المقاطعة، فكرة نقاطع بقى الشركات البارزة جدا اللي بتدعم الكيان الصهيوني، اللي بتقدم وجبات فري للكيان الصهيوني، اللي بتعمل خصومات للكيان الصهيوني، واللي مش بس كان بيدوهم فلوس من أرباحهم، من خالص أرباحهم، بيدوهم فلوس، بيدعموا الكيان بمنتهى الفخر. مش عارفة على إيه، مش عارفة إزاي، مش عارفة. نفسي أعرف الناس دي ماسكة على العالم إيه، إن الكيان ده اللي هم عددهم مش قد العالم كله، مش قد الكيانات اللي متحكمين فيها، مش قد الكيانات اللي مرعوبة منهم، مش قد الكيانات اللي بترفد ناس وبتوقف ناس وبتحرم ناس من مثلا مكافآت أو ترقيات أو تكريمات أو أيا كان، لمجرد بس ان هم مع القضية الفلسطينية او ظهروا او بينوا دعم للقضية الفلسطينية. هم عاملين لهم ايه؟ ايه اهمية المجموعة المجرمة دي في العالم؟ حصل طبعا حملات كبيرة جدا للمقاطعة، وناس كتير طبعا من وكلاء المصريين قرروا ان هم يطلعوا ستيتمنتس او يطلعوا يعني بيانات يقولوا فيها حقيقه شركاتهم بالظبط. ناس كتير قالت ان احنا مش بن مش احنا بس فرانشايز، احنا مش بندعم الكيان الصهيوني ومش بنديهم فلوس، وناس تانية سكتت خالص، التزمت الصمت. ولكن في غضون اللي بيحصل ده كله بدأ بقى يظهر المنتج المحلي، المنتج المصري والصناعة المصرية. ده الحقيقة في حد ذاته حاجة إيجابية جدا، إن احنا نروح نبص على منتجاتنا وحاجاتنا وشغلنا. بصراحة أنا شخصيا يعني أنا كنور يعني أنا مع المقاطعة ومع تشجيع منتج بلدي، وإن ده مش ممكن أبدا. إن احنا بصوا، فكرة إن انت تروح تشتري حاجة بيها الفلوس دي تتحول لسلاح او لقنبله تنزل على اخواتي او ولاد اخواتي وتفرتكهم كده، لا. وعلى فكره انا عامله الموضوع ده من زمان قوي، مش دلوقتي بس، ومش كل الشركات، عشان ما اكذبش عليكم، انا كنت عامله الموضوع ده في فتره من الفترات على بلد من البلاد، بلد معينه انا مش هتكلم فيها، ولكن انا بدافع حبي لبلدي ولمصريتي، انا كنت شايفه ان البلد دي بتساعد او بتساهم ان بلدي ما تبقاش مستقر، اذا لا هروح ولا هروح اعمل سياحه هناك، ولا هشتري منتجاتهم، ولا هاكل من اكلهم. ده مبدا عندي من زمان، ما احطش قرش يروح لسلاح بعد كده يتقتل بيه اخواتي ويتقتل بيه ناسي. فدي احسن حاجه حصلت في الفتره دي كمان بالنسبه لنا احنا، ان احنا بدانا ننتبه لمنتجاتنا المصريه، بدانا ندعم منتج بلدنا، صناعه بلدنا، ونشوف احنا الحاجات اللي عندنا. في حاجات كتير قوي لازم نعرفها، ونعرفها بالتفصيل عن موضوع المقاطعه ده، وهل مثلا هتاثر المقاطعه دي علينا وعلى اقتصادنا وعلى الناس اللي شغاله في الاماكن دي من اهلنا ولا لا، وهل مؤثره عليهم هم كفرانشايزز او يعني ماركات عالميه وبارزه ولا لا. احنا معانا على التليفون استاذ احمد ابو علي الباحث الاقتصادي علشان نعرف منه اكتر. الو استاذ احمد. استاذة نور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. وتحياتي ليكي ولكل مشاهدين في القناة. اهلا وسهلا بيك، منورنا في انتي. طبعا عايزين نستفيد بقى من خبرة حضرتك في موضوع المقاطعة ده، لانه حقيقي حاصل فيه تخبط كتير قوي بين الناس. الناس مش عارفة لما تعمل مقاطعة هل ده هيفيدنا وهيفيد اخواتنا في فلسطين، ولا هيضر اهلنا اللي بيشتغلوا في الاماكن يعني اللي هي موجودة هنا، او الفرنشايزز اللي موجودة هنا من الماركات الباردة اللي بره. طيب بصي، هو موضوع المقاطعه ده يعني احنا اصلا في الطبيعي كل الدول اقتصاديا بتنادي بيه، ولما بقول اعلام وكل الوسائل يعني الاعلاميه باختلاف انواعها، لما بنقول ان احنا ندعم المنتج المحلي والصناعه المحليه اللي في الطبيعي، هو دي دعوه للمقاطعه. بس خليني اقول لك بس كده، نتكلم ببساطه شويه عشان الموضوع يمكن الفتره اللي فاتت كان واخد حيز شويه خارج الاطر الموضوعيه دي تحديدا. يعني بمعنى انه ما فيش شك طبعا ان فكره ان احنا يبقى في مقاطعه ودعم حملات المقاطعه لمنتجات الشركات كثيره جدا اللي اعلنت دعمها للكيان الصهيوني طبعا في عدوان وعن قطاع غزه مؤخرا،
ده شيء ايجابي طبعا اكيد، والشركات دي خسرت مبالغ كبيره جدا جدا وتكبدت خسائر، لان انت النهارده بتتكلمي على سوق مصري، السوق المصري سوق كبير يعني حجم استهلاكه كبير جدا النهارده، سواء كان في الشرق الاوسط او افريقيا، دخلات كتير جدا انه من انه موزعين يعني او وكلاء الشركات دي يا نور في مصر كمان هو بيبقوا شويه كتير جدا منهم وكلاء اقليميين لافريقيا كلها، فمصر بالنسبه لهم بتبقى منصه للانطلاق لسوق افريقيا كله اللي حوالي مليار و200 مليون نسمه، فبالتالي النهارده برضو بيبقى الموضوع شويه تحدي وريسك عالي قوي على الشركات. طيب اقتصاديا كده ببساطه المقاطعه دي يعني هتفيدنا احنا كبلد باقتصاد وكناس. بص يا نور، احنا في مصر شويه على مدار السنين اللي فاتت كان عندنا فكره عوده الخواجه، بالبلدي كده فكره التباهي، بنحب نتباهى قوي، ودي كانت حاجه سيئه وعاده سيئه موجوده عندنا بقوه. ده مستورد كلمه، ده مستورد او ده ده من بره كده. وانه النهارده انا مثلا بحكم على نور او بقيم نور كمستوى اجتماعي واقتصادي، مثلا لما الاقي نور بتستهلك سلعه معينه ببراند معين ويبقى يعني حاجه في منتهى الفضايح لو نور استهلكت منتج محلي بالظبط من الصنع في البلد هنا، يعني وبدانا احنا بقى يبقى في تقييمات للموضوع ده بشكل او باخر على الموضوع ده، وبدا النهارده انه يحول فكره الاستهلاك الجائر للمنتجات الاجنبيه بشكل او معيار لمعايير التقييم الاقتصادي والمستويات الاقتصاديه والاجتماعيه للناجح. تمام؟ فبالتالي طيب فاحنا النهارده كنا سبب في الازمه دي، يعني احنا النهارده كمصريين ومواطنين كنا سبب قوي جدا في ان احنا قضينا على منتجات مصريه كتير جدا كانت لسنوات طويله بتتنافس. عشان كده لو تلاحظي انه لما بدا الموضوع المقاطعه على مدار 29 يوم اللي فاتوا، انت شفتي يا نور حجم منتجات مصريه ظهرت وقدرت تثبت نفسها في وقت قليل، وتتفاجئي لما يقول لك ده المنتج ده من سنه 1920. طبعا ده مكان منتجات كتيره جدا، وتحديدا كمان المنتجات الغذائيه لان هي شويه بترتبط مع الناس بشكل قوي، لان يمكن المنتج اللي بتتكلم عنه ده الواحد كان بيشوفه صدفه على مدار الكام سنه اللي عاشهم، يعني انا شفته مرتين طول حياتي صدفه بالظبط كده. الى اليومين دول بقى اكيد دلوقتي بقى مختلف الوضع يعني. تمام. طيب النهارده بقى في تحدي كبير يا نور، اللي هو ايه؟ النهارده المنتجات دي خدت فرصه وبالبلدي كده حظ عمرها، فرصه عمرها اللي ممكن ما تتعوضش تاني على مدار السنين اللي جايه كلها. مظبوط. طيب النهارده الناس دي بقت في تحدي قوي جدا، اللي هو ايه؟ وده بقى انت هتشوفيه لو طلعتي بره في دول بره، تلاقي ان في منتجات مصريه بمستويات جوده، انت تبقى في حاله ذهول وتحدي ان في منتج مصري بالجوده دي، طب هو ليه النهارده انا كمواطن المنتج ده ما بيتقدمليش بنفس الجوده دي في السوق المحلي عندي؟ فبالتالي النهارده يا نور الشركات او المنتجات اللي ظهرت على الساحه خلال اليومين اللي فاتوا مع بدايه المقاطعه، وبدات النهارده في حجم اقبال جماهيري، وبدينا نسمع ان الشركات دي النهارده بتوفر فرص عمل جديده وبتعلن ان هي محتاجه ناس تشتغل وخطط توسعيه وخطوط انتاج جديده. طيب النهارده بقى الكوره بقت فين بقى؟ في ملعب المواطن وملعب المنتج او اصحابه الشركات دي. ليه بقى؟ بالظبط، المنتج المحلي. خلي بالك. ليه بقى؟ المواطن في مصر او احنا كمصريين بشكل عام، يعني لو بعد ما الموضوع بينتهي، وخلي بالك يا نور ده بيحصل في كل مره، بعد ما الاوضاع في غزه تستقر وترجع الدنيا والاوضاع تاني فترجع ريمه بالظبط كده. طيب النهارده بقى دي هتحصل كارثه اقتصاديه، وده انا بقول لك بمنتهى الوضوح. ليه بقى؟ لانه كتير جدا من الشركات دي يا نور اللي هي بدات تظهر المصريه وبدات تحل محل المنتجات اللي احنا عملناها مقاطعه، الشركات دي كانت بتاخد حصه زايده جدا 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 من السوق. يعني اديك مثال مثلا اللي هو المشروبات الغازيه، مش هنقول اسماء شركات عشان ما يبقاش اعلان. تمام. طيب الشركات دي النهارده مره واحده بقى في حجم طلب مهول عليها، قدامها حل من الاثنين، يا تفضل ماشيه جنب الحته اللي كانت تقول والله يا جماعه انا مش هقدر اقدم خير اللي انا كنت بنتجه، يا اما النهارده تعمل خطط توسعيه وتستفيد من حجم الطلب المهول، وده الطبيعي مفيش حد هيرفض ده. فبالتالي حاجه من الاثنين، الشركات دي بتلجا للبنوك عشان تقترض، علشان النهارده تشغل ناس وتعمل خطوط انتاج جديده وتعمل مصانع جديده وتتوسع عشان تقدر تسد الطلب المحلي. فبالتالي النهارده هي بقت تحدي. لو لا قدر الله بقى موضوع المقاطعه ده انتهى
والدنيا هديت ونجت الناس تستهلك، الشركات دي انا اسف يعني هتتحط في تحدي وكارثه. ليه؟ طبعا برضه الشركات اللي هتعرف تسدد القروض اللي خدتها وهتمشي الناس اللي هتصبح شغالينهم. مديونة، هيبقى الموضوع صعب جدا جدا عليها. بالظبط، وهيصدر لك ازمات بقى، بطاله، الناس هترجع تبقى تاني النهارده في بطاله، فرص عمل النهارده هتوقف تاني، مش عارف استاذ ايه. احمد، عايزه منك نصيحه اخيره، اذا الشعب المصري يتصرف ازاي دلوقتي؟ ايه احسن حاجه نعملها سريعا؟ احسن حاجه نعملها النهارده ان احنا نفضل مكملين، بس مش فكره مقاطعه، فكره النهارده ان احنا المنتج المحلي بتاعنا اولى بكتير جدا. طبعا وده وهنا بقى في نقطه مهمه جدا، ان الساده المنتجين والمصنعين والشركات، انتوا النهارده يعني في كل كام سنه بتجيلكم الفرصه دي، بالظبط، اهتموا بالجوده شويه، ما جودة، تقدموش للمصريين اي حاجه والسلام، وتقولوا المصريين بيقبلوا باي حاجه. صح، زي عشان تفضلوا مكملين النهارده وتفضل مصانعنا شغاله وشركاتنا شغال تمام وندعم المنتج المحلي، النهارده اهتموا بالجوده واهتموا بمواصفات الجوده. وحتى خلي بالك صديقي، لو لاحظت على السوشيال ميديا بالظبط، لونها غازي. الناس كلها بتتكلم في ده يا استاذ احمد. بالظبط، الحقيقه انا بتقول لك مثلا والله المشروب الغازي، المشروبات دي، بالظبط المشروب ده زودوا الصودا شويه بس هيبقى زي الفل، مش تمام، عارف ايه تعملوا ما ايه. هي انا ده فيعني اللي انا بقول لحضرتك عليه، انه حقيقي فعلا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا استاذ احمد ابو علي الباحث الاقتصادي، وده اللي انا بقول عليه للاستاذ احمد ابو علي وللناس وللناس اللي بتنتج برضو المنتج المحلي، محتاجين ان احنا نهتم جدا جدا دلوقتي بالجوده، لازم الجوده تبقى بتضاهي الجوده بتاعت الحاجات الغربيه والحاجات المستورده اللي احنا متعودين عليها طول حياتنا، فلازم نقرب منها خلاص. الموضوع يعني الموضوع معروف والطعم معروف في كل حاجه، كمان التغليف بتاع الحاجات، نهتم بتغليف الحاجة يبقى شكلها حلو ويبقى شكلها مبهج، خلي الحاجة تبقى هي على الرفوف في السوبر ماركت، الناس عايزة تروح تشتريها، الناس عايزة تروح تاخدها، مش يبقى شكلها بهتان ومكتوب عليها الكتابة ممسوحة ومدغدغة، بلاش كده، نهتم قوي قوي بالحاجات دي، نهتم قوي السوق عايز ايه ومطلوب ايه، علشان خاطر يفضل المنتج المصري هو اللي في الصدارة طول الوقت. طول ما المستهلك المصري هيلاقي منتج كويس، طول ما هو هيفضل بيشجع منتج بلده.